شوية اليوم فرحك هيفوت. ايه يا بابا مش عايزني ابقى حلوة؟ يا بنتي طول عمرك حلوة، بس ما صحش نتأخر على الصايمين. طب ما احنا كمان صايمين يا بابا. يوم علشان الناس اللي عازمنا على الفطار. يلا بقى يا ست مريم، المدفع راح يضرب يا جماعة. ايوه يا اخويا، قول يا جماعة علشان ما تكلمش بنتك، مش كده؟ طب ما انا جاهزة قدامك اهو. بابا انا جاهزة. وانا يا ست جاهز بالصبح، بس اشوف الست والدتك. انت يا اخويا دايما متربع على كده، هو حد اخرنا عن صلاة العصر؟ الا طلبات كل ما بتخلص. حرما يا ست زينب، ربنا يديك القوة ونلحق المغرب عند جوز اختك. كفايه كده يا اولاد عشان تلحقوا الفطار. يلا بقى، ده كلام استاذ ابحاث في القرن العشرين؟ ما يكملش الدرس عشان خاطر الفطار؟ شيء طبيعي يا اخي، العلم لازم يحطم الخرافات دي. العلم عمره ما كان بيعادي الدين. مين قال كده؟ لا وحياة والدك، انت راجل فاطر وانا صايم. سلام. اسمع عباس، ايه السيجارة دي ما تدلش على انك راجل متحرر، دي قلة ذوق. ميرسي، بس انا حر. الله اكبر. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني لك صمت على رزقك أفطرت. يا جماعة أنا مش هعزم، كلكم صايمين والصايم مش عايز عزومة. صدقت يا زكية، اتعشينا وصمنا والمسيح الحي ما سحرنا. عليه الصلاة والسلام. وانت يا فون، تعبك الصيام ولا واخد على الرجيم؟ بالعكس يا عم، ده أنا بنبسط قوي من الصيام. جاي من بره على الاكل على طول؟ تبين عليك فاطر يا عباس. يستجري؟ ده بيصوم هو عنده 7 سنين. امال اتاخرت ليه على الفطار؟ اصل المحاضرة طولت. طب اقعد يا ابني جنبي. بسم يا عباس.
يمكن نخرج بدري النهاردة يا بابا. استنيني برضو نروح سوا. حاضر. مع السلامة يا بنتي. عباس انت هنا بتعمل ايه؟ ما رحتش كليتك ليه؟ مش لاقي فرصة اشوفك فيها، اشتقتلك. صحيح. لو كنت اشتقتيلي ما كنتش قلت صحيح. أرجوك ما تحرجنيش. طريقة حب ليك محرجة؟ أنت عارف أنا بحبك قد إيه، لكن يمكن حبك مش قد حبي ويمكن أكبر. صحيح. لو كنت بتحبني ما كنتش قلت صحيح. أنا جيت لك لما ما عرفتش إزاي أقابلك. ده مين ده اللي مع إيفون؟ ده جارهم من زمان. ده بيكلمها زي ما يكون قريبها. ما هو كده برضو تقريبا. اه يا خبر، منى بنت عمي شافتني، هقولها ايه دلوقتي؟ نتقابل يوم الجمعه. انا عمري ما خرجت لوحدي. اعملي اي طريقه. طيب بس امشي دلوقتي. الساعه 11 في الاندلس. طيب بس امشي دلوقتي. ما هو لو ما جيتيش انت يوم الجمعه هتلاقيني هنا يوم السبت. طيب مع السلامه. يوم الجمعه الساعه 11 في الاندلس. طيب إيفون كويس كده؟ منى بنت عمك مش قادرة تجيلك. وفيها ايه يعني؟ وش معنى هي؟ إيفون اصحي، مش هي ومنى هيتجوزوا؟ الدين محبة والدين له حدود. الدين محبة. فكري في أبوكي، فكري في كل اللي هيحصل. انت مش صغيرة يا إيفون. مش فجر عشان تصليه؟ قوم يا حبيبي. حاضر جاي وراك. طيب. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عباس عباس انت ما انت صغير يا ابني، قوم يا ابني واتكل على الله. افضل الاعمال الصلاه في اول وقت. الصلاة قاموا كسالى يراقبون
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. صدق الله العظيم. الله، أنت قفلته ليه؟ الراديو اتصلح خلاص. أنت خفت. طب اسمع الأول وبعدين كون رأيك. أنت إيه اللي جايبك دلوقتي؟ احتجت لك يا سيدي على آخر الزمن. يا سلام. أنت تحتاجي لي؟ في حتة ترجمة إنجليزي مش عارفة ترجمة، قلت أجل العبقري بتاعنا يمكن يعرف يترجمها. ولما أنت مش قد الفلسفة بتدرسيها ليه؟ يوه، ما كانتش حتة ترجمة إنجليزي هترجمها. الله، أنتوا بتعملوا إيه؟ جاي العباس يترجم لي كلمتين. كده. طيب يا سيدي، بعد ما تخلص الترجمة يبقى فوت عليا في القهوة عشان نصلي الجمعة سوا. أنا اتفقت مع شعبان هنصلي في جامع ابن طولون. أنت هتعمل لي من السواح ولا إيه؟ تعال صلي معايا. الخطيب في جامعنا ممتاز، ها؟ بقول إيه؟ أيوه يا عم. المذاكرة في الصالة مش أحسن؟ هناك أنور مش كده ولا إيه؟ أيوه. ما تتأخرش عليا عشان نلحق الخطيب، ها؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. إزاي وقت تفوتك صلاة العصر؟ معلش يا بابا، حرم، هبقى صلاة العصر بعد كده. وهو ده اللي مزعلك قوي؟ عايز يبين قدام الناس إن ابنه بيصلي. عايز يهديك. مش منه هو. وهو لازم يعمل اللي عليه. ممكن نأجل الترجمة دلوقتي؟ ليه؟ لسه بدري على صلاة الجمعة. عندي ميعاد مهم. أهم مني؟ أهم من الترجمة. على كيفك. بس ما تزعليش. مع السلامة. Thank you.
الله أكبر الله أكبر. بابا عباس أهو. عباس؟ أيوه. عباس سلطان؟ أهو. هو فين؟ أهلا يا عمي. أنت واقف هنا بتعمل إيه؟ لا مفيش، كنت عايز أدخل السينما. تحبوا تتفضلوا؟ يا ابني هو إحنا بتوع السينما؟ ما كفاية علينا التلفزيون. إلا قول لي، أنت مش في الهندسة؟ يبقى لازم تفهم في حكاية تصليح التلفزيون. تحت أمرك يا عمي. تلفزيونكم في حاجة؟ بيجي المهندس ويصلحه ويدور كويس، ومفيش شوية ويروح مضلم على طول. من عناية يا عمي. أجي أصلحه. هي يا عباس خلاص؟ يظهر مش هنتفرج على الفيلم النهاردة. أنا آسف يا عم مرقص، لمبة الصورة لازم تتغير. لمبة الصورة؟ آه زي بعضه بجملة التكاليف. تصبح على خير. وأنت من أهلي. مع السلامة. معايا لمبة الصورة. يا مجنون، عايز تركبها دلوقتي وهي يعني هتعمل صورة أحلى منك؟ والله صحيح. اوعي. عايز ايه؟ نقعد نتكلم وبس. لوحدنا؟ انت اتجننت من زمان. هما كلمتين اللي عايز اقولهم. طب قول كده. ما ينفعش حد يسمعنا. إيفون، إيفون، إيفون. عايز ايه؟ هما كلمتين عايز اقولهم، هقولهم وامشي على طول. طب قول. في واحد من السكان طالع، ما يصحش يشوفني كده. افتحي ارجوك، افتحي. لا. افتحي ارجوك. لوحدك. ازيك؟ هو ده اللي عايز تقوله لي؟ انت بتوشوشي ليه؟ مش عارفة، لقيتك بتوشوشني قمت توشوش. هما نايمين فين؟ في الناحية التانية عند أوضة بابا. يعني نسيت؟ أنا ما نسيتش أي حاجة هنا. يعني مش هيسمعونا مش كده؟
مش عارفه. انت خايفه؟ انت خايف؟ لا ابدا. لا انت خايف. ما حدش منهم بيصحى بالليل؟ مش عارفه، ما اظنش. خلاص يبقى ما نخافش. لا انت خايف. لا ابدا مش خايف. زي ما بحبك اكتر من اني دخلتك اوضتي. طب قوليها قوليها. بحبك 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 بحبك. استريحت؟ الشنطة. تصبح على خير. مالك؟ قول لي يا شعبان. نعم. انت حر؟ نعم. قصدي حاسس انك حر؟ اعوذ بالله. انت ابن الحكايه دي تعبك قوي كده ليه؟ عايز ابقى حر. انا الحكايه دي مش تعباني ابدا. لانك ما بتفكرش. انا بدي اعيش. ما الحيوانات عايشه. قالوا انت تلبك ولا ايه؟ اسمع عباس،
أنا من يوم ما جيت من البلد وأنا حاسس إن أنا وحداني. ما إحنا حواليك. ما أنتش فاهمني، أنا وحداني من هنا. تفكيري وطبيعي كلها في البلد. وجسمي هنا. أنا بقى، أنا في ألف قيد بيقيدني. قيد في كل شيء. قيد على تفكيري، على سلوكي، قيد حتى على حبي. أنا عندي علاج ما يخيبش أبداً. إيه هو؟ لزوم الشيء. وهو في شيء؟ زمانها جاية. ده يبقى هروب. أنا حر. بتحبها؟ مش مهم. هروب. إنما عجبني. أنا مش عايز أهرب. أنا عايز حريتي، عايزها فعلاً. عاوزها ومش طايلها. اشرب يمكن تلاقيها. ولما فوق؟ لها حل تاني. قولي. انت ازاي بتشرب وبتصلي؟ وكله بثوابه. هي الخمره ليها ثواب؟ هي دي الحريه اللي انت بتدور عليها. ما لقيتش الحريه في الصلاه؟ بحس وانا بصلي اني مبسوط، مطمن. وبحس وانا بشرب اني حر، اقدر اغلط. بتهرب وانت بتشرب وبتهرب وانت بتصلي، دي عيشه دي؟ يا اخويا يعني انت طايلها. وصل الشيء. مين؟ الهروب بتاعي. طب استاذن. لا 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 لا. هلو. اهلا اهلا. ازيك يا شعبان؟ ازيك؟ حد عندك ولا ايه؟ يعني. هلو. عباس سلطان. سلطان كده حته واحده. لا 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 لا، ده اسمه بس. انما هو غلبان وصدمان وبيدور على حريته. حريته؟ اما انا عندي حته حريه. سلام. جراي يا استاذ، مش هشوف حريتي ولا ايه؟ انا عايز حريتي انا. هو مال شايف ولا يهمك. تعال. عباس اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. ازيك؟ وازاي ابوك؟ كويس الحمد لله. بالحق فكرتني اما اتصل بيه عشان ما اعرفش ان انا جاي. لا لا، انا اللي هكلمه. اهلا يا عباس. ازيك يا ازيك. ايوه السلطان، عباس جه عندنا هنا يظهر انك زهقته، طلعت روحه. ايه يجي وقت ما يحب يا اخي. هو هيبات عندنا هنا. لا لا لا، مش للدرجات دي يا عم. ليه لا؟ والله ده بيت هنا. خلاص امرك. نعم انت بقى يا سيدي وشخر، وهو يجي وقت ما يعجبه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه اللي خلاه يروح لخلفه؟ سلطان انت شديد عليه. انا بحبه يا زكية. كل اب بيحب ابنه. يمكن انا بحبه اكتر شويه. ما احبش حد يبقى احسن مني الا ابني. يا اخويا وايه الجديد في كده؟ ما كل اب بيحب ابنه زيك. انا ما اعرفش الابهات التانيه بيعملوا ايه ولا بيحسوا بيه. انا بحب ابني يا زكية، بحبه. يا ريتك تحبه اقل من كده بشويه. هو ده بقى كل اكلك؟ انت لازم تعشيت برضه. لو كنت اتعشيت ما كنتش جيت لكم. انا مبسوطه انك جيت. لما بتضايق باجي هنا. عشان كده انا مبسوطه. عشان انا متضايق؟ عشان لما بتضايق بتجن على طول. ليلى انت قلبك من دهب. يعني عايزني اقول لك انت كمان؟ لا انا زهقان. انت دايما زهقان زهقان. ايه حكايتك بالظبط؟ مش قادر اعمل اللي انا عايزه. ناس كتير ما بتقدرش تعمل اللي هي عايزاه. لازم اقدر، لازم اقدر، لازم. على مهلك، قدامك اجيال من التقاليد وحيطه عاليه عاليه من المجتمع. اكسرها. تبقى مغفل. مش كل الحيطه وحشه، في حاجات حلوه، حاجات كتيره حلوه. امال ليه انا مش شايفها؟ هيجي يوم وتشوفها ان شاء الله. مش ممكن، مستحيل. تعرف انا اول ما امسك الجال ده بقول ايه؟ اللهم انه منكر لا يرضيك، باسم الشيطان الرجيم. استريحت دلوقتي؟
كاس والتانية وابقى في دنيا تانية. انت عبد خايف دايما، بتصلي عشان تطمن وبتشرب وانت خايف. المجتمع بيخنقك، مش قادر تبقى حر. يا ابني عيش مش بالخمرة، انما بنفسي من جوايا عاوز ابقى حر. حر. الله عباس عباس. انت بتغني. صبرك عليا عباس، نتوضى الاول علشان نلحق صلاة الجمعة، ابوك زمانه مستني. انت مصمم برضو تصلي؟ طبعا. انت سكران؟ طب اضرب كده. ابوها بقى بيقول لك عشان انا اضربك. طب اضرب. بتضحك على ايه؟ باين انا شربت وانت سكرت. عمرك ما شفت اراجوز؟ تعرف؟ اعرف ايه؟ انت زي الاراجوز ده. العصايه بلاش منك يا غالي. انت اتهبلت يا جدع، انت جرى لعقلك حاجه؟ كل حاجه فيك بتتحرك بايدين غيرك، بالمجتمع والخمره. طب ماشي 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 عشان نلحق الجمعه. مش هصلي. ايه؟ مش هصلي. وابوك؟ انت عايز تبقى رجوز، انا مش عايز ابقى كده. مش هصلي. مفيش هزار. نهارك مش فايق. ايه اللعب بلاش غلبة؟ وما تغلبش ليه بدل بغلب؟ بس حاسب في الكلام شوية لأحسن حالة، مش ولا بد. العب. قول له. ايه ده؟ ما انت شايف؟ دش. انت اهبل تجيب دش؟ انت قد الدش؟ نه. العب 10 ثانية. 10 ايه يا راجل؟ دي صلاة الجمعة واجب. بتقول ايه؟ اه والله. امال عباس ابني ما جاش ليه؟ يمكن هيصلي في جامع تاني. مش عدته يا ترى راح فين؟ يا سيدي ما تخافش عليه، هو لسه صغير. انا قلبي مشغول عليه يا رضوان. الله اكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا في الشوارع. نعم. حسيت اني عايز اتمشى. عاوز تتمشى؟ مش من حقي. وحق الله والصلاه يا عديم الدين. لازم اكون عاوز اصلي عشان اصلي. نعم.
لازم تقول عاوز تصلي عشان تصلي. تعالى هنا. الحرية هي أهم شيء في الوجود. وأنت مش عاوز تصلي؟ وربنا اللي خلقك واللي خلقك في بيت زي ده واكل شارب نايم ما تشكروش على كده؟ ما أنا كده بقى الشحاتين والغلابة ما يصلوش. إداهم الإيمان، إداهم القوة مع العمل. ده كلام بتقولوه عشان تنبسطوا من حياتكم وما تفكروش. فكروا فكروا عشان تعيشوا. ولد لازم تفكروا، لازم. انت اتكلمت؟ لازم تفكروا، ما تستسلموش. يا حصلي يا مجرم، يا كافر، يا كافر، يا كافر، يا كافر، يا كافر، يا كافر. حضرتك عايز حاجة تانية؟ غور غور روشي غور. لا حول ولا قوة إلا ده. انا ما عملتش حاجة، حسيت انه لازم ياخد حريته. حاول باللين من غير ضغط وربنا يهدي، وكمل انت الواجب اللي عليك. يبقى ابني واملي في الدنيا ونبقى متخاصمين. لا يا سلطان، انا هقابله واخليه يبوس ايدك ويعتذر لك. وحق ربنا يا مرقص، خليها بينه من ربه، هو اللي هيحاسبه عليها. كله يهون يا سلطان. عباس اهلا. يا اخي انت شغلتنا عليك. تعالى تعالى، دي اختك حكت لنا على كل حاجه. هو يعني انت اول واحد بتزعل مع بابا؟ اقعد يا عباس. الله، مالك ساكت ليه؟ عباس الحمد لله انك بخير يا ابني. حرام عليك حرام عليك، ليه تعمل فينا كده؟ كده يا سلطان كان لازم تعمل كده؟ من خوفي عليه. تقوم تضربه هو في السن ده؟ عذاب الاخر اشد. ده غفور رحيم. انزل اشوفه. تشوفه؟ تشوف فين دلوقتي؟ انزل وبس. والله ما انا عارف اروح فين. الو؟ ايوه زينب كده؟ الحمد لله كتر خيرك يا اختي، ربنا يطمنك. صباح الخير. نعم صباح الخير. تعالى بقى اقعد عشان تغير ريقك. خد. شكرا. عباس قولي ايه اخرتها؟ معرفش، أنا عملت الحاجة اللي كان نفسي أعملها من زمان. طب حاول تعتذر له. عايزين أعمل حاجة أنا مش مؤمن بيها. أنت بتؤمن بإيه يا عباس؟ بالعلم، بالإنسان اللي فاتت الذرة وصنع الصواريخ ووصل للقمر وأبعد من القمر. والعلماء دول مفيش واحد منهم بيؤمن بالله؟ لا يمكن بقى العقول الجبارة دي تؤمن بالمعجزات. أنت تعقلي كده؟ العلم هو الطريق الطبيعي للمعرفة مش كده؟ كده؟ لكن العلم جه عند سر الروح ووقف،
تقدر تقولي ايه سر الروح فيك؟ روح ايه؟ ده قلب يدق الانسان يعيش، يقف الانسان يموت. ايه اللي بيخليه يدق ويقف؟ الطبيعة. الطبيعة اللي هي قصدك سما او ارض او نجوم او كواكب او محيطات؟ تمام، هي دي الطبيعة. الحاجات دي كلها لها عين، لها احساس، لها شعور، تقدر تحب او تكره، تقدر تشم او تسمع. لا طبعا. طب ازاي هي تقدر تدي حاجة هي محرومة منها؟ اللي خلق الحاجات دي هو اللي خلق الانسان. الله. الطبيعة. احنا بنسميها الله وانت ضعيف بنسميها الطبيعة، لكن هي في النهاية قوة خفية اسمها الطبيعة. تغيير اسماء، سخافة. قول الله. لو كنت مؤمنة بنفسك وبقوتك كإنسانة ما كنتش احتاجت للي بتقوليه ده. العلماء بتوعك عرفوا كل حاجة في الدنيا، اسألهم اسألهم كده يقدروا يخلقوا جناح دبانة. مش ضروري يخلقوا جناح دبانة. ايه هي الروح؟ عدم، فناء. دي تبقى الحياة أكبر لعبة سخيفة لو ما كانش فيه حياة تانية. دي حاجات معرفهاش. خايفة عليك من اليوم اللي تحتاج للشيء اللي انت بتكرهه أو بتنكره النهاردة. تأكد ان اليوم ده مش هيجي أبدا. يبقى مفيش أمل. مفيش أمل في ايه؟ انك تعتذر لأبوك. طمني ما تخافيش، انا لسه محتاج له لحد ما اخلص تعليمي. وهي الأمور ماشية. عباس. نعم. انت متأكد انها ماشية؟ لابد انها تمشي وعلى طول، انا متأكد. عن اذنك. مسكين. صبي صبي. قلبي وروحي وعيني. يا عيني على قلبك وروحك وعينك مع بعض دول. اهلا 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 اهلا. ما تشرب. ما انت عارف اني ما بشربش. خد لك واحد. غريبة يا اخي. لا شربك شرب ولا صلاتك صلاة. يا اخي سيبه، مش كل واحد حر. الله. في عرضك. ابعد عن سيرة الحرية دي. عباس استاذ في الرقص التوقيع الهندسي. ايه رأيك لو اديكي درس في الهندسة التوقعية؟ امتى؟ دلوقتي. كده؟ شعبان. كويس. بقول لك بقى، تعال اوريك الكتب اللي في التوقيع. عندي. تعال. على فين؟ على فين؟ على المكتبة. يا اخويا انت واخد الدنيا جد كده ليه؟ مش عارف، غصب عني. يا شيخ ولا يهمك. اهدى. ايه؟ مجنون؟ انا عمري ما شفت كده ابدا. لا هو راجل امي، لا بيعرف يقرا ولا يكتب. انا بقى بعرف اقرا واكتب. يا رحال. عايزك انت جرى لعقلك حاجه؟ ممكن تنزلي معايا دلوقتي؟ مش معقول كده يا عباس. محتاج لك. اقدر ادخل؟ انت بتحرجني، بتحطني في مواقف ضميري مش مرتاح لها. ضميرك هيرتاح لو ريحتيني وخليتيني ادخل. ارجوك يا ايفون، ارجوك. مالك؟ كان لازم اشوفك. في ايه؟ انا عملت اللي انا عايزه. اللي انت عايزه؟ اخيرا لقيت نفسي، قدرت اكون الانسان اللي بيتحكم في مصير نفسه من غير خوف من حد. لازم نتجوز. وهتقدر تتغلب على كل الحاجات اللي واقفه بينا؟ لازم نقدر. الدين، التقاليد. انا وانتي بس اللي مسؤولين عن مصيرنا، انا وانتي. الناس ملهاش أي قيمة في حياتنا.
انت مؤمن بكده يا عباس؟ انا مش بس مؤمن، انا بنفذ كمان. تقدر انت؟ ما تخافيش ما تخافيش يا ايفون، انا دايما جنبك دايما. مصيبة وحطت علينا مصيبة، مش عاوز حد يسمع. إيفون إيفون اتكلمي، انطقي إيفون انطقي. بتعمل ايه يا ليلى؟ بحضر عشان عباس ينام. وش عرفك انه جاي؟ امال هيروح فين يعني؟ مش يمكن اصطلح مع ابوه؟ ما اظنش، خايفة عليك يا ماما. انا عارفة انا بعمل ايه. عباس في دنيا تانية، ما علشان كده لازم اقف جنبه. قلبي عليك يا بنتي. الو؟ لا يا عمي سلطان ما جاش. طيب حاضر، اول ما هيجي هقوله. طب يمكن راح يذاكر عند حد من صحابه. طيب مع السلامة. اقعد انت واد يا شغال يا ابو رزق حلال، هات واحد خد منه. انا كنت متاكد انك مسيرك توصل للكاس وانت بتدور على الحريه. هات الجزر بحالها يا نت. يلا يا حلوه. انا وصلت للحريه، لقيتها. مش بقول لك هتجوزها؟ نعم. بتقول هتتجوزها؟ ابوها دلوقتي منفعل لكن هيهدى وهتجوزها. وابوك هيوافق؟ انا اللي هتجوزها مش ابويا. وهتوكلها منين؟ هشتغل. والكليه؟ هشتغل واذاكر. حلو، ده حلوت قوي. اشرب يا حبيبي اشرب اشرب. غلبتني معاك. هتتجوز؟ وليه الغلب ده يا ابني؟ عشان بحبها. تبقى ما لقيتش الحريه، انت عبد لحبك. انت بتقول ايه؟ الحب نفسه قيد، خضوع. تبقى فين هي الحريه بقى اللي لقيتها يا استاذ؟ اسكت اسكت، انت خيالي. وانت انسان عاقل واقعي. عاوزني ابقى زيك؟ اشرب واعمل نفسي بصلي؟ الصلاه لله والشرب غلط، انا عارف. ولازم في يوم هعرف طريقي، وانا متاكد انه مش هيكون الكاس. بغلط النهارده ومين عارف بكره هعمل ايه. اسمع، انا حريتي ملكي وانا الوحيد اللي اتحمل مسؤوليتها. هتجوز ايفون؟ كلام سهل. هتشوف. بس اوعى كاس يكون هو اللي بيتكلم. ما علينا، اشرب لك واحد حريه كمان وحريتك للصبح. ايه جاي ليه وانا هعمل ايه من جيتك؟
انا كلت ايه اشرب عليه من ميتك الكيلي وانا حامل ايه من كيلك انا كلت ايه اشرب عليه من ميتك ايه جاي اديت في جرح اللي انجرح وبفرحك وبفرحك تعلمني حتى في الفرح بس تسمحك مش حرضة تلعب لعبتك ولا كلت ايه اشرب علم من ميتك الجيلي وانا حامل من جيتك انا كلت كويس اللي حصل؟ ما حصلش حاجة يا بابا. احنا الاتنين بنحب بعض. عارفة بتقول ايه؟ ايوه. انت ناسية هو ايه وانت ايه؟ الدين محبة. انت عارفة ايه هي المحبة؟ كل واحد عارف ايه هي المحبة. انت عارفة ان المحبة اولا هي محبة الرب؟ حب. والرب يرضى عن كده؟ وليه لا؟ ايه مصير حب زي ده بعد شوية سنين؟ زي مصير اي حب بعد الجواز. انت ناسيه ان الدين عندنا بيقول عن الزوجين ليس هما اتنين بل واحد؟ المسيح بيقول اني اريد رحمة لا ذبيحة. مش هي دي الرحمة اللي بيقول عنها المسيح؟ اقتلها وطويها. لا يشوفك ولا تشوفيه بعد النهاردة يا بابا. مفيش مناقشة، خش اوضتك، مش عاوز اشوف وشك. مش مرقص ده؟ مرقص؟ مش معقول. دلتك سيدة يا مرقص. ايه اللي حصل؟ يا راجل حرام عليك، احنا لسه جاي من عندك دلوقتي، عزلت من بيتك ليه؟ بقى يا راجل يهون عليك تنقطع عننا المدة دي كلها. سلطان انا عايزك في كلمة.
في ايه يا مرقص؟ قول يا مرقص في ايه؟ بقى ما تجيش المصايب الا مننا. حكمتك يا رب. بقى ده كلام. انا مستعد اجبر عباس يعمل اللي تشوفه يا مرقص. انت بتلمح ليه يا سلطان؟ هي بنتي لا سمح الله بايره؟ لا، دي من يومها مخطوبه لابن اخويا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا لي عندك رجاء واحد. اوامرك كلها. خليه يبعد عننا ويسيبنا في حالنا. عمره ما هيشوفها. دي بنتي الوحيده يا سلطان. ربنا يعطيك القوه ويسترها معانا يا مرقص. احنا اصحاب العمر، ما تخليش العيال يبعدونا عن بعض. استأذن. على طول كده؟ يبقى خلينا اشوفك. سيبها لظروفها. بيوت الناس لها حرمتها يا كافر. اسمع، والله العظيم، والله العظيم، وانت عارف معنى اليمين ده، لو فكرت في يوم انك تقابلها لن تبني ولا اعرفك ولا اشوف وشك في يوم وعنك ما تعلمت. حضرتك، حضرتك كبرتها قوي. اخلص، مش عاوز اسمع منك ولا كلمه. مش تسمعني الاول؟ يمكن تغير رايك. ما كنتش هتصور انك تسيء لعيله العمر كله. ملعون ليوم القيامه، ملعون ليوم القيامه، ملعون ليوم القيامه، ملعون ليوم القيامة. ملعون ليوم القيامة. إيفون، على فين؟ على المعهد. الله، وأبوكي؟ زمنه هيدي دلوقتي. استأذنتيه في الأول؟ ما أقدرش، أنا رايحة ولما تقولي له مش هيقول حاجة. اعمل اللي انت عايزه. مين اللي عايز يخرج؟ قلت رجلك ما تعتبش باب البيت ده ابدا. يا بابا. ولا كلمه، ادخلي. اهلا اهلا يا ايفون. ادخلي. اهلا اهلا يا ايفون. ازيك؟ باين عليكي ما اكلتيش، اجيب لك تاكلي؟ لا متشكره، انا جايه اقعد عندكم كام يوم لحد ما اشوف لي شغل. ليه؟ في ايه؟ وهتشتغلي ازاي وانت لسه ما كملتيش تعليمك؟ اي شغله. انا سبت بيت ابويا ماليش في الدنيا الا نفسي. وجودك عندنا على عيننا وراسنا، لكن ابوكي وامك اللي بيحبوكي ذنبهم ايه؟ انا عايز اعمل مستقبلي بايدي، لازم اشتغل. انا ما وافقكيش على كده. وانا معاك يا منى. كل ده علشانه انا لازم اعيش زي ما انا عايزه. هشتغل واذاكر. عاوز تعمل ايه؟ اتجوزها؟ ما تقدرش. ليه؟ المجتمع ضدك. ما يقدرش. غصب عنك. ما فيش حاجه غصب عني. الزمن قيد عليك، مطالبك قيد عليك، مستقبلك قيد عليك. عباس، الدنيا كلها قيود. قصدك ايه؟ مفيش حرية؟ الحرية في وسط كل القيود دي. هتجوزها؟ مش هتقدر. منى، 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 أنا اشتغلت. مبروك يا إيفون، مبروك. بس مالك يا منى؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه. في حاجه يا منى؟ اصل ميشيل يعني متضايق من قعدي معاكي؟ لا، هو بيقول مش عايز يزعل عمي مرقص وخالتي مريم. معاكي فلوس؟ ايوه معايا، متشكره. انا هتصرف. عباس. ايه يا ابونا؟
بتبص حواليك ليه؟ ايه اللي جابك؟ في حاجة؟ عايزاك، عندي كلام كتير. إيه؟ انت خايف؟ لا ابدا مش خايف. نقدر نتكلم فين؟ زي ما تحبي. تعالى. انت نسيتني يا عباس. مين قال كده؟ انا سبت بيت ابويا وبشتغل، يعني نقدر دلوقتي نتجوز. والكلية؟ كمل تعليمك، ما هي تعيشنا. اعيش على حسابك؟ عباس انا ايفون، انت نسيت انا مين؟ انا انت. يعني اعيش على حساب واحدة ست؟ الست دي هتبقى مراتك يا عباس، تقدر تعتبر المصاريف دي دين عليك. ده كلام بيتقال عشان يبرر عمل مش طبيعي. مش طبيعي عند مين؟ عند كل واحد. يعني عند الناس؟ مثلا؟ عباس، انت عبد المجتمع والتقاليد، وكلمة الحرية اللي عشت طول عمرك تقولها لي طب لفاضي، بتفرح بيه نفسك زي العيال. انا عايز اكون راجل البيت. انت خايف من نفسك ومن ابوك ومن المجتمع. أنا خايف عليك. خايف عليا من آرائك؟ مش اللي بعمله النهاردة هو اللي طول عمرك بتعلمهولي؟ طب أعمل إيه؟ الحبيب، أبانا في السماوات، لقد صلبوا كي تظل إلى الأبد مفتوح الذراعين مرحبا بالتائبين. اهلا ليلى، ايه اللي جابك دلوقتي؟ جيت اشوف خالتي، قلت لما اشقر عليك واشوف الفيلسوف الكبير بتاعنا احواله ايه. زي ما انت شايفه اهو. يعني ما عندكش وقت تصلح لي ده؟ اسف يا ليلى، الحقيقه ما عنديش وقت. يعني لو كنت جبت لك تلفزيون كنت صلحته على طول. احنا فين بقى والتلفزيون فين؟ بتحب التلفزيون قوي؟ والله ما بقيت عارف، والله ما انا عارف. بتحلف بربنا؟ ليلى اعملي معروف، اعملي معروف.
معلش لازم اخلص اللي في ايدي. كنت انت اللي تستعجلني علشان نمشي. لازم انجح. ان شاء الله هتنجح. لازم انجح، لازم انجح. مبروك يا حبيبي، الف مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. تعالى تعالى حبيبي، تعالى تعالى بوس ايد ابوك. تعالى ده البكالوريوس يا سلطان. الف مبروك لنا يا زكية، بس وحياتي عندك ما تقوليلوش اني فرحت. انا عاوزه يعرف اني زعلان منه. انا لسه زعلان منه. عباس عباس اتفضل يا بابا. مبروك يا بنتي. الف مبروك يا عباس، ده يوم المنى. اتفضل يا ماما. الله يا اخي اضحك وبرقك يبقى كشر تاني. لا يمكن يضحك لما يستلم الوظيفه، ولا يضحك يوم ما يتجوز. لا بجد انا ما حسيتش بفرحه النجاح الا وانا في وسطكم. ان شاء الله بكره افرح بجوازك يا ابني. اهي دي بقى الفرحه اللي انا مستنيها لك. طب استاذن انا. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. صوت مين اللي بيقرا ده؟ تفتكر الصوت ده هو المهم؟ بسأل يا اخي. اخد بحرفتك الاول. جبان. اخرس يلا. برضه جبان. متقيف قوي يعني. انت بتغير الموضوع ليه؟ انت فاكر البدله هي اللي هتوقعها؟ طبعا. وانا شويه يا ولد. حب جديد؟ وليه لا؟ وجواز كمان. انت متأكد انك بتحبها؟ طبعا. ايش عرفك؟ بس رايح لما بشوفها بحس بالثقه والاطمئنان واحب الدنيا. ما جربتش الشعور ده عباس؟ جربه. حب يا عباس. بقى انت اللي ما جربتش الحب الا امبارح جاي تنصحنا حب. وانت يعني اللي عرفت الحب؟ انت مش عارف. ايفون انت حبيتها؟ امال ايه اللي كان بينا؟ لو كان حب ما كنتش تخليت عنها. مستقبلي. انت لازم تعرف حقيقه نفسك. فوق يا عباس. انت عمرك ما فهمتني. ده انت عمرك حبيت ايفون؟ ده انت حتى ما تعرفش هي فين. احنا اللي يدخل عندنا لازم يكون متاكد انه دي رغبته الحقيقيه. اللي يوهب نفسه للرب لازم يكون في كامل حريته. يعني في امل انها تسيب الدير؟ هي حره. انا هخليك تقابلها قبل التكريس. اذا اقنعتها تبقى حره انها تسيب الدير. الدير ما بيجبرش حد على دخوله. اتفضل معايا. ايه ده؟ ده
ده جواب تعيين سي عباس. يا ألف نهار أبيض. دلوقتي أنا عملت اللي عليا. الحمد لله. اسمعي يا زكية. نعم. أنا مش عارف أرضيه وحاسس إنه تعبان هنا في البيت. كلميه يتجوز أو يكمل دينه ونفرح ويبعد عني وأنا دايما كده مكشر في وشه على طول. وماله يا أخويا يتجوز ده يبقى يوم المنى. يا ألف نهار أبيض. أبويا عايز يتخلص مني. ربنا يا ابني يعلم. ده عايز يفرح بيك. عمره ما فرح بيا. بكرة لما تخلف تعرف قد إيه ابني تعذب. المهم حط عينك على حد ولا أخطب لك أنا؟ ها؟ ايه رايك؟ قلت ايه؟ اديني فرصه اقولك. ليلى اقدر اكلمك لوحدنا كده اهو؟ انا دايما بحس ان ابنك يا خالتي. ما انت ابني صحيح يا عباس. شوف يا ليلى شوف يا عباس عايز ايه. عن اذنك يا خالتي هما كلمتين اتنين بس. وماله يا ابني؟ اقعد يا ليلى. ليلى تقبلي تتجوزيني؟ ايه؟ مستغربة ليه؟ ما انت عارف انا طول عمري بعتبرك شط الامان اللي اقدر اطمن وانا معاه. يمكن عشان انا البنت الوحيدة اللي عارفة حكايتك. ده يمنعك انك تقبليني؟ انت لما سألتني كنت منتظر ايه؟ انت دايما بتمديلي ايد الحنان. المرة دي بقدم لك نفسي كلها. كتير عليا. انا عباس هتقدر تقدر اللي هقدمه لك؟ انت عارفه انت عزيزه عندي قد ايه؟ حب لحد دلوقتي تقدير يمكن يكون اكتر من الحب. انا هقبل وانا اللي هخلق الحب. انا عارف انك تقدري. لا انت ما تعرفش لان عمرك ما حسيت ان انا. انت ما تعرفش. الايام هتخليك تعرف اني عارف وكنت عارف. وانا قبلت. ربنا يخليك ليا. بتقول ربنا؟ وبعدين بقى ودي كمان خليها عليا. العروسة للعريس والجري للمتعيس. مالك يا سلطان؟ يا ترى هتقدر تهديه يا رضوان؟ الهدايا من فوق يا سلطان. ايوه كده. تسلم ايدك يا حماتي. غيرت مبادئك؟ أنا؟ ليه؟ أنت متجوزني على سنة الله ورسوله، مش كده؟ وماله؟ يعني بتخضع لها من غير إيمان. شفت بقى المبادئ اللي مش عاجباك بتحتاج لها قد إيه؟ وده وقت فلسفة ده؟ الفلسفة دايماً بتدور على الحقيقة. هي الفلسفة دايما بتدور على الحقيقة؟ طبعا. طب خلينا دلوقتي ندور على حقيقتك انت. اختشي يا عباس اختشي. بس يا عباس
عباس عامل ايه مع مراته يا زكية؟ يا اخويا روح زوره. نفسي. وماله مش ابنك؟ اقله تطمن عليه؟ زعلان منه. والزعل ده ملوش اخر؟ له اخر يا زكية، له اخر. كل شيء وله اوان. طب بعد اذنك هفوت على زينب اختي واروح له. ابقي طمنيني عليه. واما بنعمه ربك فحدث. اه هاتي لي اكل انا جعان. والله انت خساره فيك الاكل. ليه بقى؟ الدين بيقول كده؟ دلوقتي بس عرفت الدين. انا بريحك عشان تجيبي الاكل. عباس حرام عليك تقول كده، ما تخلينيش ابعد عنك. تبعدي عني؟ انا مش ممكن اسيبك. انت بعيد، بعيد قوي. ليلى ارجوكي بلاش كلام في الموضوع ده. أنا بطمن لوجود ربنا معايا وبحس بالسعادة لما بفكر فيه. ليه ما تحاولش تلاقيه معايا عشان تطمن؟ اللي أنت عاوزاه ده مش ممكن يحصل بالكلام، لازم أنا أحس بيه. وأنا مش ممكن أشوفك تايه وأسيبك. وأنا معاكي مش تايه، وأنا معاكي مش تايه صدقيني. المهم إنك تكون لوحدك مطمن مش قلقان. هاتي لي اكل وانا اطمن. حاضر يا سيدي. هتشرب؟ بقولك بطلته. مش معقول. كنت بشرب عشان ادور على السعادة ودلوقتي لقيتها. في الجواز؟ في الجواز وفي الإيمان وفي الحب. حب يا عباس، حب يا عباس، حب. لقيت حريتك. حريتي هي سعادتي، هي حبي. كلام شعرة عاش بيه الناس وبيعيشوا بيه عبيد. يعني انت اللي حر يا خاي. يعني انت دلوقتي ما بتشربش وما بتصليش، ايه الهم اللي نزل عليك ده؟ ارجوك ارجع. ما بشربش ايوه، لكن ما صليش. ما صليش ليه؟ ما دام لقيت حريتك وسعادتك بتصلي ليه؟ اجيله منين الجدع ده؟ ابعدوا المنكر ده عني. انا جعان وعايز اتعشى. حاضر. يا ريحتك صعبه قوي يا عباس. بحس وانا بصلي اني مبسوط مطمن، وبحس وانا بشرب اني حر اقدر اغلط. بتهرب وانت بتشرب وبتهرب وانت بتصلي، دي عيشة دي. مبروك. بس لازم تستريح وتمشي على الدواء. ليه؟ في حاجة؟ لو مشيت على الدواء واستريحت تفوت بخير ان شاء الله. شكرا. عباس عباس
في ايه؟ مالك؟ انت مش طبيعي. المدام حامل وتعبانة قوي. يا سيدي ربنا يقومها بالسلامة. ليه؟ مفيش طب؟ مفيش علم؟ مفيش أدوية؟ أستغفر الله العظيم. سلامتك. خير؟ في حاجة يا عباس؟ اوعى، مش عايز مساعدة من حد. رجلي اتلوت بس. روح انت يا عباس، ربنا يطمنك على مراتك. طلع عربية توصلك. حاضر. ليلى؟ ليلى؟ ايوه عباس. ليلى. انت بتعرج ليه؟ لا اتزحلقت. انت ايه اللي قومك من السرير؟ لكن بتوجعك؟ لا خفت خلاص. انت مش الدكتور قالك لازم تستريحي؟ يا سيدي خليها على ربنا. خليها على ربنا. حاضر حاسبها لما اشوف ايه اخرتها. يا سيدي زهقت من السرير، قلت اعمل لك الاكل بايديا. هدي مالكيش حق فيها. امال فين بنت سعديه؟ قلت لها كده ما سمعتش كلام. اتفضلي حضرتك في السرير. يوه، وانا هفضل طول عمري في السرير؟ معلش هانت يا ليلى. يعني الباشمهندس كان اشتكى لها من الاكل بتاعي ده، حتى تبقى عيبه في وشي. لو تعرف قد ايه نومه السرير بتضايق. معلش، هو برضو يستاهل انك تستحملي شويه علشانه. الا قول لي يا عباس هنسميه ايه؟ الا هو بعت لك وقال لك انه جاي ولد؟ قول يا رب. تفتكري تنفع؟ احنا مش اتفقنا ما نتكلمش في الموضوع ده تاني؟ يا سيدي قولها وخلاص. ما احبش اقول كلام ملوش نتيجه. ما بتحسش بالراحه لما تلاقي انه في قوه عزيمه تقدر تلجا اليها وتسندك؟ انا ما اعرفش الا نفسي. اهدي بقى، تبقى انت فيها مغرور. مش يمكن اكون واقعي؟ طب وهنسميه ايه؟ وان كان بنت؟ لا يا سيدي انا عايزه ولد. يا رب ولد، يا رب ولد. وفيها ايه بس لما تطلع بنت لطيفه زيك؟ برضو يا رب ولد. الا قول لي يا عباس انت ناوي تربيه ازاي؟ هو مين ده؟ ان شاء الله اللي هنا. الله، يعني ما قلتليش ناوي تربيه ازاي؟ هديله حريته بس لازم يتعلم دينه. لازم اكون عايز اصلي عشان اصلي. وربنا اللي خلقك وخلاك في بيت زي ده واكل شارب نايم ما تشكروش على كده؟ وربنا اللي خلقك وخلاك في بيت زي ده واكل شارب نايم ما تشكروش على كده؟ ده كلام اتعلمته تقولوه عشان تنبسطوا من حياتكم. ما تفكروش. فكروا، فكروا عشان تعيشوا. ولد لازم تفكروا. انت اتجننت؟ لازم تفكروا، ما تستسلموش ابدا للتقاليد. لازم تفكروا. يا حصلت يا كلب يا مجرم يا سافل. عباس مالك يا عباس؟ ايوه كنت بتقولي ايه؟ كنت بقول اني اتعلمت في الفلسفة ان الانسان من غير دين ضايع تايه. انا لسه ما حسيتش بكده. علشان انا بس جنبك دلوقتي يا حبيبي. يعني ايه؟ يعني بعد ايام قليله هكون بين ايدين ربنا ان شاء الله. ارجوكي ارجوكي بلاش الكلام ده، وحياه ربنا اللي بتؤمني بيه بلاش. عباس اذا جرى لي حاجه عاوزه ابني يتعلم دينه. ارجوكي يا ليلى، اذا كنت بتؤمن بربنا ما كنتش تخاف كده، وكنت امنت ان احنا هنتقابل هناك. عباس، عمي سلطان حفظك القرآن، مش ممكن تكون نسيته. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. علمه دينه وهو حر بعد كده. أرجوكي أرجوكي يا آلاء. ما تخافش يا عباس ما تخافش، أنا هعرف إزاي أكون جنبك دايما جنبك دايما يا عباس يا رب. نتيجة التحاليل، من فضلك تحافظ على مواعيد الدواء وتخليها مستريحة راحة تامة. طبعا يا دكتور. الحكاية محتاجة لعناية كبيرة. في حاجة مش طبيعية يا دكتور؟ بس انت تحافظ على نفسك، ولو تعبت انقلها على المستشفى هنا فورا. متشكر يا دكتور. ميرسي يا دكتور. وحشينا ايفون. بابا مش يا دوب ترجعي؟ صحيح يا بابا عايزني ارجع. انت مش عارفه كده؟ ما انا رجعت يا بابا لبيتك. لبيتنا كلنا، بيت الرب وانا وننتك. ما انتوا معايا يا بابا. بنشتاق لك يا ايفون. انا هنا. عمرك يا بنتي، خليك خليك هنا. ايه اخبار البي؟ ايه عاوز يضربني؟ ايه ده يضربك؟ يا ابني الكلب، عايز تضرب امك ولد؟ لا لازم أدبه ده كلام. لا 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 اشيل بس. ايه ده؟ الست هي اللي قالت لي ارميها مش اشرب. حاضر. انت مش عارفه ان ريحه الخمره بتضايق الست؟ ايه حصل حاجه؟ لا ابدا ما حصلش حاجه. هيحصل ايه يعني في لحظه؟ اصل خفت. لا خايف من ايه يا عباس؟ ما انت عارفه الدكتور قال ايه. انا مطمنه، بس انت كمان حقك تطمن. اجيب الاطمئنان منين؟ منين؟ لو كنت اقدر اطمن زيك، لو كنت اقدر. انا بذكر الله تطمئن القلوب. انا مطمنه لاني بين ايدين ربنا وراضيه باللي كاتبهولي. طب قومي 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 بسرعة. سيدة قومي. سيدة هاتي تاكس بسرعة. شدي حيلك يا ليلى، ربنا يساعدك. إيفون إيفون، أنا مبقاش اسمي إيفون. ليلى ليلى شفتوا إيفون؟ ازيك انت؟ انت لسه قلقان؟ ازاي ما قلقش؟ بس أنا دلوقتي بين إيدين الإنسان اللي أنت بتؤمن بيه هنا في المستشفى، الإنسان اللي وصل القمر ونزل عليه. وده وقت الفلسفة؟ الإله بتاعي خلق الطفل بحاله، والإله بتاعك هيخرجوا الدنيا الصعبة دي. ليلى اعملي معروف أرجوكي، بلاش الكلام ده. لو كنت مؤمن بالإنسان والعلم ما كنتش تخاف بالشكل ده.
انت مؤمن بحاجة يا عباس؟ اعملي معروف. ايفون ايفون، وبعدين ايه ضمان؟ مش كده، دي حالتها خطر قوي. قول يا رب. عباس سليمة يا ابني، سليمة ان شاء الله. امال فين ابويا؟ عاوزه، محتاج له. هو بعت لك معايا رسالة. فين؟ كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مفيش فايدة، اندهي لي الدكتور رشاد. يا دكتور ليلى مفيش فايدة؟ أرجوك تمالك نفسك، حالتها خطرة جدا. يعني إيه؟ مفيش أمل؟ الأمل في وجه الله. أنت بتقول إيه؟ أنا بسألك كطبيب. وأنا بجاوبك كطبيب. إحنا بنعمل اللي بيعمله الإنسان والباقي على الله. ده كلام تقوله يا دكتور؟ أمال فين العلم؟ والأجهزة دي بتعمل إيه؟ ودي 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 فين العلم؟ فين التقدم الإنساني؟ يتقدم زي ما هو عايز، لكن كل شيء بأمر الله. العلم بيقول كده؟ العلم ابن الإنسان، وأنا الإنسان اللي بيتكلم. خلينا أشوف شغلي. يعني مفيش فايدة؟ مهما تقدم العلم والإنسان، ربنا دايما ملاذ الإنسانية. والأدوات دي كلها بتساعد، لكن ما تقدرش تدي الحياة. كنت قدرت أنقذ بنتي من الموت وهي بتولد. قول يا رب، قول يا رب. إيفون ادعي لها يا إيفون. أنا بدعي لها، ربنا يرعاها وينجيها، مش يمكن تحصل معجزة. سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا رب
رب يا رب يا رب. أحمدك يا رب، أحمدك يا رب. وزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم.